السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية طيبة مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة المهدي الفضائية. إذن من جواري أمير المؤمنين عليه السلام وبصحبة زواره الكرام، تعالوا معنا نزور هذه الزيارة. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره، فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. إذن تقبل الله منا ومنكم أحبتي المشاهدين الكرام بهذه الزيارة المباركة. إذن تعالوا معنا الآن في برنامجكم في جوار الأمير لنستنشق عطر الولاية العلوية من خلال أسئلتنا التي سوف نسألها إلى الزوار الكرام، وكذلك تكون هناك جائزة لكل من يجيب على سؤالنا، وهي أسئلة بسيطة إن شاء الله تدور كلها حول ماهية حديث الإمام علي عليه السلام. إذن تعالوا معنا. احنا اليوم قناة المهدي الفضائية عندنا برنامج في جوار الأمير، عندنا سؤال إن شاء الله وجائزة مقدمة من قناة المهدي الفضائية. ماذا تحفظ من أحاديث الإمام علي عليه السلام؟ والله الأحاديث كثيرة هي إن شاء الله، بس اللي أذكر إن شاء الله من عندها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح من كل باب 1000 باب. نعم، هذا الحديث الإمام علي عليه السلام. أحسنت. إذا مشاهدينا الكرام الأخ جاوب إجابة صحيحة، يقول: قال الإمام علي عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. أحسنت، وعدنا هدية مقدمة من قناة المهدي الفضائية. شكرا، تقبل الله. حياكم الله حبيبي، أهلا وسهلا بكم، تقبل الله زيارتكم إن شاء الله، حياكم الله. إحنا قناة المهدي الفضائية عدنا إن شاء الله سؤال، وإذا جاوبت عليه راح تحصل على جائزة مقدمة من قناة المهدي الفضائية. ماذا تعرف عن أحاديث الإمام علي عليه السلام؟ من حديث الإمام علي عليه السلام: استنزل الرزق بالصدقة. استنزل الرزق بالصدقة، أحسنت، جواب جميل جدا. من أحاديث الإمام علي عليه السلام: استنزلوا الرزق بالصدقة. وهذا الحديث حيث يحثنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن نتصدق، لأن مع هذه الصدقة الله سبحانه وتعالى ينزل علينا الرزق ويدرر علينا الأرزاق. أحسنت زائرنا الكريم، وعندنا هدية إن شاء الله مقدمة من قناة المهدي الفضائية. الله يتقبل زيارتكم، شكرا حبيبي، أهلا وسهلا. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، ونحن نتجول في جنة علي عليه السلام التقينا بالعائلة الكريمة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله علينا. مرحبا، حياكم الله. حياكم الله، الله يحييكم ويحيي الله يتقبل زيارتكم جميع إن شاء الله. رحم الله والديك، ممنونين. منين جايين حبيبي؟ والله من النجف. إحنا من نفس النجف بلي. الله يسلم، الله يحييك، الله يسلم. طبعا إحنا قناة المهدي الفضائية، قناة المهدي الفضائية عندنا برنامج في جوار الأمير، وعندنا بهذا البرنامج سؤال إن شاء الله سؤال بسيط للتثقيف، وإذا عرفت هذا السؤال راح نقدم لك جائزة مقدمة من قناة المهدي الفضائية. سؤالنا بسيط مثل ما قلت لك، ماذا تعرف من أحاديث الإمام علي عليه السلام؟ طبعا الإمام علي سلام الله عليه غني عن التعريف، وإحنا يطلقون عليه العلماء والحكماء أنه سيد البلغاء والمتكلمين. يعني الإمام علي هو كل كلامه در، كل حكم ومواعظ، يعني كل كلامه حكم.
فيعني استذكر لك مثلا هواي عنده احاديث وروايات. الامام علي عنده فرد مقوله هيك يعني حلوه لطيفه، هي تعتبر كذلك حكمه، يقول من وضع نفسه موضع التهم او الاتهام فلا يلوم من اساء به الظن. يعني فرد حكمه حلوه وفد موعظه حلوه، يعني الانسان انه يبتعد عن المشاكل او ليس خلي نفسه قريب عن كذا حتى ليس الناس يسوء به الظن. أحسنت جميل. إذن من كلامه ومن وصايا الإمام علي عليه السلام يريد أن يعلمنا أنه أن لا نضع أنفسنا في مكان أو موضع التهم حتى لا يلومنا أحد على ما فعلنا. أحسنتم. إذن الأخ الكريم. سيد حسن جزاك الله خير من النجف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حسوب الدين، السلام عليك يا إمامي وسيدي زوج البتول ابن عم الرسول أبا الحسن والحسين عليهم السلام. إن أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث كثيرة وهي موعظة لنا، وهي الحمد لله في طريق الخير والبركة. ومن ضمن هذه الأحاديث الكريمة هو أن لا يسبقكم به أحد القرآن، القرآن لا يسبق الله بالقرآن، نعم، ولا يسبقكم به أحد، لأن القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فعليكم بالالتزام به وقراءته وموعظته، وهي من موعظة أهل البيت إن شاء الله. جزاكم الله، بارك الله بكم، الله يتقبل زيارتكم. أخواني الكرماء، احنا طبعا عندنا جائزة مقدمة من قناة المهد الفضائية، نرجو أن تقبلوها من عندنا إن شاء الله، وأهم شيء هي جائزة ثواب، وبأنكم أنتم أديتوا الآن الزيارة وكذلك أجبتم على أسئلتنا. شكرا جزيلا، والله يتقبل معكم. شكرا حبيبي، شكرا جزيلا. السلام عليكم زائرنا الكريم، كيف الحال؟ زرت ان شاء الله؟ ان شاء الله. والله مشاهدي الكرام، طبعا نفرح عندما نرى هكذا الشباب يعني تواقون لزياره امير المؤمنين عليه السلام ومواظبون على هذه الزياره لما فيها من الفوائد الجمه والكثيره. حبيبي احنا اليوم قناه المهدي عندنا سؤال، وان شاء الله راح نعطيك جائزه اذا جاوبت عليه. سؤالنا بسيط، ماذا تعرف من احاديث الامام علي عليه السلام؟ قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب انزل الرزق بالصدقه. صدقه شو معنى هذا الحديث؟ يعني ننزل يعني الرزق، الله سبحانه وتعالى ينزل لنا الرزق عندما نتصدق على الفقير. احسنتم. اذا احبتي المشاهدين الكرام، يعني من احاديث الامام عليه السلام استنزل الرزق بالصدقه، وهو يحثنا على ان نتصدق على الفقراء كي ينزل علينا الرزق. شكرا. اذا هديه مقدمه من قناه المهدي الفضائيه، شكرا لك، والله يتقبل زيارتك حبيبي. شكرا شكرا. إذا أحبتي المشاهدين الكرام، ما زلنا وإياكم في جوار علي بن أبي طالب عليه السلام سيد الأوصياء، وما زلنا في برنامجكم في جوار علي. التقينا بالزائر الكريم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ محمد حسين جابر من محافظة ديالى قضاء الخارص قرية سعدية الشط. حياك الله حبيبي الغالي، وإن شاء الله الله يتقبل مقدما زيارتكم. أكيد أنت جاي منك لهنا متحمل عناء السفر وعناء التعب وكذي، وأكيد خاسر فلوس حتى تزور إمامك علي بن أبي طالب عليه السلام. سؤالنا راح يكون، ماذا تعرف عن فضل زيارة الإمام علي عليه السلام؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا من خصوصا أنا أبارك لكم على هذه القناة الرائعة، والخصوص زيارة الإمام علي عليه السلام. طبعا قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، من زار الإمام علي عليه السلام له في كل خطوة حجة وعمرة. أحسنت. فنحن أحسنت. إذن أنا ما أقول نحن لا نضيع هذه الفرصة، لأن هذه الفرصة هذه اليوم مسموحة لنا وغدا احتمال ما مسموحة لنا، فلازم نحن نستغل هذه الفرصة. إذن هكذا يعبر المحبون لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. أحبة المشاهدين الكرام يعبرون عن رأيهم ويعتبرون هذه الزيارة هي كنز لهم ما داموا في هذه الحياة الدنيا. ربما غدا الإنسان لا يستحصل هذا الثواب، نعم، ولا يستحصل هذا الأجر والثواب. أكيد يعني الزيارة تعطينا من الأجر والثواب كثير، كما قال إمامنا الصادق الحديث الذي رواه لنا الأخ الزائر الكريم، من زار الإمام علي عليه السلام، من زار علي بن أبي طالب
كتبت له في كل خطوة ألف حجة وألف عمرة. إذا أحسنت، عندنا هدية مقدمة من قناة المهدي الفضائية، نرجو أن تتقبلها من عندنا إن شاء الله، والله يتقبل زيارتكم. إذا أحبتي المشاهدين الكرام، الأجواء فعلا إيمانية بهذه الحضرة العلوية وبما حولها، والزائرون الكرام يؤدون فريضة الزيارة ويخرجون فرحين مستبشرين بما أتاهم الله سبحانه وتعالى. التقينا بالزائر الكريم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الكريم. حبيبي ميلاد، حياك الله أخ ميلاد، أكيد زرت له بعدك. والله بعدنا إن شاء الله هسه راح نروح نزور أنا والعائلة إن شاء الله. الله يتقبل مقدمة أجمعين إن شاء الله رحمة الله. قناة المهدي الفضائية عندنا سؤال، حياكم الله، إذا جاوبت عليه راح أعطيك جائزة مقدمة من قناة المهدي الفضائية. حياكم الله. كما قلت، نحن قناة المهدي الفضائية وعندنا جائزة مقدمة لكل من يجاوب على أسئلتنا، وأسئلتنا راح تكون بسيطة إن شاء الله. ماذا تعرف من أحاديث الإمام علي عليه السلام؟ الإمام سلام الله عليه عنده هواية أحاديث، يعني ناخذ مختصر من عدي، مثلا من بعث مالك الأشتر إلى مصر. نعم. وأوصى قال له يا مالك الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أحسنت. من ضمن وصية الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر عندما ولاه على مصر أن قال له يا مالك الناس صنفان، أما نظير لك في الخلق، أخ لك في الخلق أو نظير لك في الإنسانية. أحسنت. وتقبل منا هذه الهدية إن شاء الله مقدم من قناة المهدي الفضائية. حبيبي الله يتقبل عندكم. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، وأثناء خروج الأخ الزائر الكريم من مرقد الإمام علي عليه السلام، التقينا به بعد كما قلنا الخروج من زيارته، ونسأله بهذا السؤال. سلام عليكم زائرنا الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أغاتي. ماذا تحفظ من أحاديث الإمام علي عليه السلام؟ والله يعني هذا الحديث أنا مستعز به كلش، مات يا بني ليوصلي ابن الحسن سلام الله عليه، يا بني أحب لأخي كما تحب نفسك، يوصي به يعني الإمام علي سلام الله عليه، يريد الألفة واللحمة بيناتنا والخوة، يعني وخاصة نحن بهذا الوضع اللي استعنا به. زين، أحسنتم. إذن الزائر الكريم يعني ذكر الحديث المبارك لوصية الإمام علي عليه السلام لولده الحسن، يا بني أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وكما قال الأخ الكريم يحثنا الإمام علي عليه السلام بإياك أعني واسمعي يا جارة، أن يوصي كل الناس بأن يكونوا إخوان، وأن على المرء أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، كنا معكم وبرنامجكم في جوار الأمير، حيث كنا هنا في روضة من رياض الجنة، نلتقيكم في برامج أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.